هل يجوز للمعذور من به سلس بول أو غيره؟ هل يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الوقت ولو بدقائق معدودة لكي يدرك تكبيرة الإحرام والركعة الأولى في المسجد مع جماعة، لا سيما إن كان المسجد بعيدا عن المنزل ولا يضمن أن يكون في المسجد ماء ليتوضأ به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إنه كما هو معلوم أن من به سلس البول وكل من عنده حدث دائم مستمر فإنه يصلي على حسب حاله، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيتوضأ عندما أولا يستنجي وينظف المحل، ثم يضع على ذكره شيء يمنع تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال، وإذا خرج منه شيء أثناء ذلك فهو معفو عنه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، يتوضأ عندما يريد الصلاة، والفاصل اليسير لا يضر، كما إذا كان يريد الذهاب إلى المسجد وقد حمل ما يلزم لأن لا يحصل في المسجد شيء منه، فالفاصل اليسير لا يضر إن شاء الله، لكن يتقيد بالتوقيت بحيث لا يمضي على وضوئه إلا القدر الضروري ثم يصلي الصلاة. نعم.